يا صباح الخير، مرة جديدة رح نبدأ فوراً يا نور. أولى فقراتنا منحب ننوع بصباح الخير خلال الأسبوع، نحكي تصاميم، نحكي حقوق، نحكي قانون، نحكي طب، تربية، وكل فئة بتحب شيء معين بنطرحه. اليوم رح نحكي عن غرفة أطفالنا يلي هي المكان يلي بينشأ فيه الطفل، بيقضي أغلب وقته ومنه تنعكس شخصيته، وأيضاً بيكون هيك أفكاره وعالمه الواسع بهالمكان الصغير. سنة ورا سنة الطفل بيزيد تعلقه بهالمكان، وحتى ممكن تنعكس صفاته النفسية والشخصية عليه. تماماً، يعني منلاقي الطفل المرح بيحب يصير ويضيف عنده لغرفته الألوان الفاتحة الصاخبة، وحتى غرفة الصبي ممكن تختلف عن غرفة البنت لتكون هاي الغرفة مميزة مريحة وملائمة ليلعب ويمارس نشاطاته ويدرس بهدوء. لازم نعرف أساسيات تصميم غرف النوم للأطفال، واليوم ضمن فقرتنا رح نعرفكم على كم خطوة لازم تتبعوها مع مهندس الديكور محمد مارديني. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. تعال نتفق نحن والمشاهدين وحضرتك، نسميها غرفة الطفل، ما رح نسميها غرفة نوم الطفل، لأنه الطفل ما رح يفوت على الغرفة بس لحتى ينام. غرفة الطفل بالمعايير الهندسية بالتصميم الداخلي وبالمعماري، كيف ممكن ناخذها بعين الاعتبار؟ اللي احنا غرفة الطفل اللي احنا بشكل اساسي اللي احنا بنختارها بشكل دقيق جدا. فده دائما في عنا سايكولوجيا الالوان او سايكولوجيا الطفل اللي احنا بالتصميم، اللي احنا بناخذ شيء اساسي معنا. فبالتصميم عنا الاساسي اللي احنا بنختار اللون المناسب للطفل، وبنختار كمان الغرفة المناسبة له، مثلا يعني صباحا فبنختار انه مثلا الصبح انه تكون هي الغرفة دائما مضيئة. وبنختار انه هي تكون دافئه شتاء، فيها داي لايت، ما بحاجه كثير بساعات النهار لاضاءه. اكيد فالطفل هو اجبار بيحتاج للاضاءه الطبيعيه بشكل اساسي بحياته، غير الاضاءه الموجهه اللي بتكون اساسيه عنده. تماما، هون لازم ينتبهوا الاهل لهذا الموضوع، وخاصه خلال تقسيم البيت نختار المكان والجهات المناسبه لوجود هي الغرفه. نحن بعد ما اخترنا بشكل صحيح وانه الشمس لازم تكون دائما موجوده عليها، بدنا ننتقل للتصميم داخله، كيف لازم نرتبها، وين لازم يكون التخت، وين مكان الالعاب، كيف لازم يكون ترتيبها اذا كانت صغيره او حتى كبيره. هلا بوقتنا الحالي اللي احنا صار في شيء عندنا اسمه استغلال المساحه في غرفه نوم الاطفال. فسبيل المثال في عنا الغرفة النوم المشتركة لحنا، صار فينا نستغل فيها المساحة، مثلا إذا كان في عنا ذكر وأنثى بالغرفة فينا نستغل المساحة من خلال مثلا المفروشات، التخوت مثلا تكون هي الموجودة فيها، فينا نستغل فيها تكون الخزن، فيها تكون الرفوف، مكان الألعاب، وبنفس الوقت المكاتب الدراسية. لأنه نحن اليوم خلينا نكون منطقيين وواقعيين، عم يكون بالغرفة يمكن ثلاث أو أربع أشخاص، ثلاث او اربع اطفال ممكن يكونوا، او خلينا نقول طفلين، فنحن ممكن نهرب للأسرة الطابقية اللي فوق بعضها. أكيد. ممكن مثل ما قلت يكون السرير هو نفسه خزانة، في له عنبر، هذا العنبر معروف عند امهاتنا وستاتنا، فيه بلاوي زرقاء. ممكن نحن نعمل كورنر للدراسة، هاي الكورنر للدراسة كيف بنختارها؟ هلا بنختار الكورنر تبع الدراسة اللي احنا فينا، اهم شيء عندنا احنا الارتفاع تبع الغرفة اللي احنا زي ما بتقلي عن الطابقي. هلا بالتصميمات الحديثه فاغلبيتهم عم بيكونوا مثلا عباره عن 4 امتار او 5 امتار الغرفه كارتفاع، فنحن بهذا الارتفاع فينا نساوي الغرف التخوت مثلا بالطابق العلوي، بالطابق السفلي فينا نساوي لحنا الكورنر تبع الدراسه، فينا نساوي مساحه اللعب، فينا نخلي جدران اللي بيكون الشخص الطفل بيحط البوسترات او الشخصيات اللي بيحط شخصيته كمان بغرفته. أكيد أكيد. وبالنسبة له كمان في شوف مثلا شخصية هو بحبها يمكن يحطها هو بتكون ملهمة له. تماما. هلا عم تظهر امامنا على الشاشة بعض الصور يعني ممكن تكون موجودة ضمن غرف الاطفال. طب في حال قلنا الغرفة المشتركة يلي فيها صبي وبنت وبده يكون في اختيار للشخصيات صحيح. اللي بيحبوها الجنسين، هون كيف لازم يتم التوفيق؟ وحتى بالنسبة للالوان اللي ممكن نحن ندهن فيها حيطان الغرفة نساوي بين الجنسين ان كان صبي وبنت؟ هو الاتفاق بصير بالتوافق بيناتهم، مثلا بالتصميم اللي هلا شفناه لحنا، مثلا غرفة قاسمين لقسمين لحنا،
قسم خلص كل واحد له عالمه، اوكي بدنا غرفه واحده عايشين، بس خلص انه انا مثلا بالسايت تبعي انا بحط البوسترات تبعاتي، بحط العابي، بحط تصميماتي، بحط اي شيء فيني اساويه انا ان كانت كذكر وان كان كانثى. يعني البنات بقى بيلحقوا الباربيات القصص والذكر على القسم تبعه الباتمان وسوبرمان وشغلات قتاليه، يعني صار كلهم شخصيات سوبر هيرو عندهم شيء اساسي عندهم ورواد الفضاء والتكنولوجيا اللي احنا صايرين فيها، فاغلبيتهم صار عم يتبع كل واحد منهم شخصيات كرتونيه خاصه بعالمهم وبهذا الوقت. عالم الفضاء هلا اغلبيه التصميمات اللي عم تكون هاي السنه تصميمات غرف الاطفال كلها عن الفضاء عم بتكون كلها عن سبيس، عن التلسكوب عم بيحطوا بغرف النوم، حتى الطفل صار عم بيتعلق هو كثير بالفضاء. تمام اوكي. طيب هلا خلينا نفكر شوي بموضوع اقتصادي. ما صح انا برايي كاب جيب غرفه طفل بعد سنتين بدي غيرها، بعد سنتين بدي غيرها، بعد سنتين بدي غيرها، هذا الموضوع ما له اقتصادي ابدا خاصه بظل الظروف اللي عم نعيشها. كيف بدي اعمل غرفه طفلي انا ممكن تكون مناسبه ليوصل لعمر 16 17 سنه بحيث انه بدل فيها شغلات بس بسيطه؟ هلا نحن كاغلبيتنا عايشين هذا الظرف، نحن اغلبيتنا دائما غرفتنا هي ثابته غير متغيره. فلحنا دائما الاهالي هن اهم شيء عندهم اختيار الالوان المناسبه، ما يكون مثلا اللي احنا دارج عنا كبنت هن البينك والبلو بالنسبه للذكر للصبيان، فلحنا فينا نختار الوان. في عنا الدرجات اللونيه، لحنا الدرجات اللونيه الرماديات اللي هي حتى عم بيكبر الشاب او عم تكبر الصبيه لحنا بتكون لساتها هي ماشيه معه. فينا دائما نحط ورق جدران مثلا كجدران، لحنا بنحط ورق جدران هذا ورق بيتبدل بسهوله. طبعا بيتبدل بسهوله، كل فتره فينا نغير، فينا نغير البوسترات، فينا نغير التصميمات الموجوده وبشكل اقتصادي وسهل. تماما، يعني ممكن نعمل اضافات صغيره طبعاً. ممكن للشخصيات اللي هن بيحبوها، ولكن نختار شيء مثل ما قال ورد انه يكون اقتصادي ويداين هاي أكيد. هذا التخت أكيد. وهي أكيد. الغرفه لفتره مراهقه لحتى يحس بالتبدلات الثانيه بهي الفتره. طيب رح ننتقل هلا للاضاءه، كيف لازم تكون بعد ما احنا ما اخترنا انه الزاويه المعينه اللي ممكن عم تدخل للشمس، ولكن الاضاءه الصفراء البيضاء في زوايا معينه بنركز عليها باضاءه، ممكن زوايا ثانيه بنخففها بظن عند الدخوت او شيء. كاضاءه لحنا اهم شيء بنعتمد عليه هي الاضاءه النهاريه اضاءه الشمس، هذا كصباحا حكيناها ببدايه الفقره ذكرنا يعني سابقا، فهذا الشيء بيعتمد عليه الطفل. فلحنا دائما نشوف العوامل النفسيه للطفل. مثلا الطفل اغلبيه الاطفال ما فيهم يناموا الا بيكون في ضوء من الونس هو يكون موجود بالغرفه، لحنا بنستخدم هذا الضوء بالاضافه انه ما فينا نخلي عنده اضاءه لانه في عنده هرمون اسمه هرمون الميلاتونين، هذا اللي بيخليه ينمو هو طفل. فهذا الضوء الصغير الونس اللي احنا بنحطه ما بيأثر عليه، وبنفس الوقت بيعطي إضاءة خاطئة. في عالم بتحطه أبيض، في عالم بتحطه أزرق، إضاءة في عالم صفراء، هي حسب الديزاين هو الموجود بالغرفة. مثلا كأغلبية هلا عم يحطوا هو الضوء الأصفر تقريبا، فهو ضوء هادئ وبيقدر يعني هذا الشيء الأساسي اللي لازم نعتمده. أكيد تمام. معناها يمكن ما بقي غير نتشكرك كثير لوجودك معنا استاذ محمد، وهيك بنتمنى انه فعلا ناخذ بعين الاعتبار رغم انه ظروفنا الاقتصاديه شوي صعبه، ولكن انه هذا المكان اللي بده يقعد فيه طفلنا ولو بلمسات بسيطه ونشركه فيه مثل ما قلت انه ناخذ راي الطفل أكيد. بغرفته او بالحيز تبعه. اهلا وسهلا فيك. شكرا كثير. صباحك اهلا وسهلا فيك معنا لليوم. اهلا وسهلا فيك.